كنت بتحكي حكاية جميلة. احكي احكي. خلاص يا نادية، مش قادرة اتكلم يا بنتي. ما تسكتيش، اتكلمي، قولي اللي في قلبك. انا دايما بتكلم مع اللي خلقني وبحكي له وبشتكي له، وهو اضرب اللي في قلبي وانا راضيه بحكمه. اوعي تقولي ان الدنيا سودة وان اللي فات حط علينا وحفر لنا طريقنا. اللي فات نقدر ندفنه، وزي ما بنينا سد ورا سد نقدر نبني جسر ورا جسر. لا يا بنتي، اللي فات ما بيموتش. أنا خايفة. قولي يا عمتي، إيه اللي واجع قلبك كده؟ خايفة من ضميري وخايفة على بناتي قوي. مالهم بناتك بس؟ وفي بنات في الناحية كلها، زي بنات كريمة، بنات البيت الكبير، مفيش زيه. قولي لي، حصل حاجة؟ حسن عمل حاجة مع ريتال؟ العمر بيجري ويوم ورا يوم، حاسة إن أنا معادي أقرب، وده بيخوفني عليك وعلى البنات قوي. بعد الشر عندك، متخافيش. حسن مع ريتال بكرة تجيب له الواد اللي هيجربهم من بعض أكتر وأكتر. وشهد ما شاء الله عليها، متعلمة وعارفة طريقها. وزينب مع مروان، ومروان بيحبها. كلامك حلو، بس أنا قلبي مش مصدق. مش مصدق إيه؟ مش مصدقة كبرية، حاسة إن قلبها مصفيش من ناحيتنا. أقولك، انسي جبرية وانسيني وانسي بناتك، انسي كل حاجة يا عمتي، وجربي من ربنا. وأنا كمان هحط ربنا قدام عيني. مش هضحك عليك يا نادية، ولا هضحك على نفسي. كل اللي حصل لي ده خلاني أحس إن قلبي بقى حجر مفهوش روح. أنا عمري ما كرهت حد، وعمري ما أذيت حد، حتى اللي بيأذيني. أنا كنت بحب كل الناس وأتمنى الخير للكل. تعرف يا عمتي إحنا ناقصنا إيه؟ إيه؟ إننا نرحموا بعض. الرحمة أهم من الحب. كل الناس تقدر تحب، بس قليل قوي اللي عنده رحمة، اللي يقدر على المغفرة ونسيان الوجع. لا يا نادية، الحب هو اللي بيولد الرحمة والإنسانية. زمان لما كنت بمشي جنب السور للبيت الكبير، كنت بحس إن ده أكبر حاجة في الدنيا، واللي جوه البيت مش ناس، مارد كبير اسمه عبد الجواد. الناس بتحبه، بتتمنى يقول لهم ازيكم. انا بنت البيت الكبير، انا بنت البيت الكبير. اهم حاجه دلوقك اننا نقرب من ربنا، ونطلب منه انه يسامحنا على اللي فات. انا بحط دماغي على المخدة يا بنتي، ما بعرفش انام. كل اللي حصل بيدور في دماغي، بقول يا رب رحمتك، ارحمني برحمتك يا رب. عايزة اقابل ربنا وانا مش شايلة من حد، وقلبي ونيتي نظيفة لله. ربنا يسامحني ويغفر لي.
سعيدة. يا رب ما كنش اتأخرت عليك. لا ده انت جيت في ميعادك بالظبط. ازيك يا نعيمة؟ اهلا وسهلا. الحمد لله. ازيك يا مروان؟ الحمد لله، نحمد ربنا. يستاهل الحمد. اتفضلي استريح يا اخي. الواجب ان كنت اجيب نعيمة واجيلك، بس انت بقى اللي اصريت غاوي تتعب نفسك. لا ما تقلقش عليا يا عصام بيه، انا لو قلت لك ان انا زي الاول واحسن شويتين مش هتصدق. ما وراكش الكرسي اللي انا قاعد عليه ده. عامله ايه يا ست نعيمة؟ الحمد لله زي ما انت شايف. لو عايز تقول حاجه قولها، انا ما بخبيش حاجه عن نعيمة. يا بوي دي سرك باتع. على العموم البضاعه اللي جايه بكره انا عايزها كلها. عموما كله بالاتفاق. نتفق يا باشا، نتفق. وعلى الاقل نعيمه تشهد على الاتفاق اللي بينا، ولا ايه؟ الاتفاق حلو، بس لما يجي كل الاطراف. ما هي كل الاطراف موجوده اهي، ولا انت تقصد ريم؟ لا لا لا، ريم مين؟ انا اقصد حد تاني. اهو وصل اهو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتأخرت عليك يا عصام بيه. أبدا، ده أنت جاي في ميعادك بالظبط. نعيمة خليهم يعملوا القهوة. حاضر. ازيك يا حسن؟ بخير. اتفضل يا حسن. ايه الكلام؟ مروان عايز يشيل الليلة كلها. بس ده ما كانش كلامك معاي. الله 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 الله، يا عصام احنا نغير كلامنا ولا ايه؟ انت عارف ان كلمتنا عقد في الشغلانة دي. وانا عندي كلمتي يا عادل بيه، وعلشان بعرف الاصول كويس قوي جبت كل الاطراف قصاد بعض. البضاعة هتوصل بكرة، والبيع والشراء عرض وطلب. عندك حق. حسن انت عايز البضاعة، يعني هتقدر تصرفها؟ قول يا رب. يا رب يبقى حلال عليك. عادل باشا انا هسيبك مع عصام باشا وحسن ترتب الامور، ربنا يوفقكم. مبروك عليك يا حسن. الله يبارك فيك. يا مروان زي ما جينا سوا من البلد نرجع سوا ولا ايه؟ انا على ندري لو ليا الله الصالحين لازم اوفيه. خلص انت اتصل بيا وانا هاجي ونسافر سوا. تدعي لي وانت هناك. قول يا رب. يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مروان ده صعب جدا. انا مش فاهم بس في ايه. ده انا قلت ان الحكايه في بيتها. ما هي في بيتها برضه يا باشا، في بيتها.